سينا كلها. مين قتل الراجل اللي مات ده؟ انت مخبي عني حاجه يا محمود. قولي لي يا منى، انا عملت ده صح ولا غلط؟ انا مش عارفه ازاي محمود قبلت علينا الفلوس دي. انا عايز اشوف محمود ده. لو كنت فاكر نفسك قد الناس دي تبقى حمار. لعلمك انا لو ما كانش قلبي عليك كان زماني بلغت عنك. انت كمان لازم تامن مستقبلك ومستقبل ابنك. لسه طلع الواد ده راجل يعرف ياخد حقه من الدنيا وما يتضربش على قفاه. اوعى تتهور يا محمود. من الاخر كده انت خارج من هنا يا شاهد يا متهم.